نسوي شامية أو بوب كورن بالكراميل نفس اللي يسووها السينمات وبيبانوا حاليا السينمات مسدودة، فأكيد اشتقنا هاي الشامية أو بوب كورن. فراح أعلمكم شلون نسويها بطريقة سهلة وسريعة ونطلع الفيلم اللي نريده وبالبيت، تابعوني. وهسه راح أسوي شامية عادية، طبعا الكمية حسب الرغبة. أنا هسه راح أضيف ذرة يغطي الجدر، وهسه راح أضيف الزيت يغطي كمية الذرة، وهسه راح أضيف رشة ملح، وهسه راح أخلطهم وراح أخليهم على النار. وهسه راح نسوي الكراميل، نحتاج نص كوب سكر، ربع كوب ماء، ملعقة كبيرة زبدة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر. وهسه نبدي بالتحضير. أول شي راح أخلي النص كوب سكر، وراح أخلي ربع كوب مي، وأخلطهم مرة واحدة وأخليهم على نار هادية إلى حد ما يتبخر الماء. وهسه مثل ما تشوفون ظهرت عندنا الفقاعات، راح ابدي اخوطها مرة واحدة بس، لا تخوطوها اكثر من مرة لان تشكر بالملعقة. فراح اعلي درجة الحرارة شوية وانتظرها لحد ما يصير لونها توفي. هسه حطينا الزبد، وهسه راح احط ملعقة صغيرة بيكنج باودر حتى يصير اثقل. هسه راح نضيف الشامية أو البوب كورن، وهسه حطيت ورق زبدة، راح أحط الشامية عليه. هسه ورا ما وضعنا الشامية على ورق الزبدة نتركه لحد ما يبرد. لاحظوا هسه شكل الشامية شلون صارت بالكراميل. هسه ورا ما بردت راح ابدي اكسرها. وهسه مثل ما تشوفون صار عندنا شامية او بوب كورن الكراميل مثل اللي بالسينما بالضبط، وسويناها بطريقة سهلة. والف عافية عليكم وفيلم ممتع. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحطون لايك والاشتراك بالقناة.